قصر العدالة يرى النور بعاصمة الأنوار، قصر يجمع المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في آن واحد. هذا المبنى يندرج في إطار الدينامية والتطور النوعي للسلطة القضائية. هي إحدى المنجزات التي للمغرب الحق أن يفتخر بها، تتكون من حوالي 8 طوابق، كذلك من أكثر من 300 مكتب، أكثر من 18 قاعة. تم بناؤه وفق تصميم معماري من الطراز الرفيع على مساحة تقدر ب 22791 متر مربع. المبنى الجديد يتوفر على مميزات تتيح للقضاة، الموظفين والمرتفقين الظروف المواتية للعمل. الإصلاح العميق لمنظومة العدالة هو رهين ومعلق قبل كل شيء على الفضاء الذي يشتغل فيه كل الفاعلين في منظومة العدالة. في الحقيقة احنا راضين على هذه البناية، اولا في المستوى المطلوب للعمل، وكذلك في ظروف مريحة للمنطفين ولا المرتفقين لمرفق العدالة. قصر العدالة يمكن المواطنين من القيام بإجراءات مختلفة دون عناء الانتقال بين المكاتب، مطعم، روض للأطفال ومرآب، كلها خدمات يقدمها قصر العدالة لفائدة موظفيه.